بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. توجد بعض المسميات والألقاب المستخدمة في مجال الأمن السبراني مثل خبير ومحترف ومختص وهاوي. خلونا نفهم معاني هذه المسميات من البداية قبل أن نضع أي اسم بدون فهم معاني. تطلق كلمة خبير على الشخص الذي يستوفي شرطين للحصول على هذا اللقب. الشرط الأول الموسوعة الزمنية، وهو امتلاك معرفة وخبرة في مجال معين لا تقل عن 10 سنوات، مع مواجهة العديد من المشاكل والتجارب في هذا المجال. أما الشرط الثاني فهي الموسوعة العلمية، وهي حصوله على تعليم أكاديمي ودورات تدريبية في نفس المجال لا تقل عن 10 سنوات أيضا. إذا انطبقت هذين الشرطين على الشخص فإنه يصنف ضمن الخبراء. أما مسمى خبير في الأمن السبراني واللي نشوفها كثيرا في مواقع الانفصال الاجتماعي تثير بعض التساؤلات، لأن مجال الأمن السبراني واسع ويحتوي على تخصصات متنوعة، كيف يمكن لشخص أن يكون خبيرا في كل التخصصات دفعة واحدة؟ إذا كانت مسميات مثل خبير في اكتشاف الثغرات الأمنية فهذا مقبول، أو خبير في أي مجال من مجالات الأمن السبراني. أما المسميات الأخرى مثل محترف أو مختص فهي فعلا موجودة وتستخدم في مجال الأمن السبراني. المحترف هو الشخص ذو خبرة وعلم واسع في المجال، ويعتمد عليه في حل المشاكل الأمنية وتدريب الآخرين. ومن أمثلة المسميات في هذا المجال محترف في التحليل الرقمي، أو محترف في استجابة التهديدات السبرانية. أما مسمى هاوي فهو شخص مهتم بالأمن السبراني بشكل غير رسمي، ويعلم نفسه بنفسه، ومصدره للعلم الانترنت، ويشارك في منتديات ومجموعات مختصة بالأمن السبراني. قد يصبح المهتم الهاوي محترفا في المستقبل إذا دخل المجال بشكل رسمي وطور مهاراته. بعض الهاويين قد اكتشفوا ثغرات أمنية خطيرة في شركات كبيرة وتمت مكافأتهم وتبنيهم وتطوير مستواهم ليصبحوا محترفين في مجال الأمن السبراني. لذا يرجع عدم الخلط بين المسميات، فمن السهل لأي شخص أن يضع اسما تحت حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي مثل خبير في الأمن السبراني دون معرفة معنى هذه المسميات، بغض النظر عن محتوى الحساب إن كان مفيدا أو غير مفيدا. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق والنجاح في هذا المجال، وتكونون جميعا خبراء ومحترفين في مجال الأمن السبراني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.